شكوى. جعلها طاعة قبل ما تنقبل هنا. ايش يفكك بعد؟ Are you serious? No. طيب رايك مشان في الفيديو التوعوي قلنا نكون جادين شوية بالنسبة للعنوان كنا دايرين نزيد شوية لكن يوتيوب ما خلانا نزيد يعني. اوكي طيب عارفين الفيديو قصير اوكي هو ما قصير شديد. المهم لكن الهدف الاساسي منه انه دايرين نوريكم انه احنا يعني شغالين على فيديو جديد بشكل ان شاء الله حيكون يعني ظابط وحيعجبكم ولحد الوقت ذاك يعني ما حنطول شديد حنطول حبة يعني حنطول حبة كتير يعني حبة كتير لكن ما حبة كتير شديد يعني. المهم لو ما حضرت الفيديو هذا الفيديو مش حضره لو حضرته ما تاني ما برضه مش حضرت تاني اعمل لايك شير سبسكرايب لو جديد في القناة مش اشترك لو ما مشترك اشترك لو مشترك اعمل زر الجرس والمرة الزابطة ودي زي دي شنو تاني يديكم العافية يا اخواننا.